أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في غدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم 45، حيث استمر القصف مستهدفا المستشفيات والمدارس والمخيمات، ما أوقع مزيدا من الشهداء والجرحى. يتزامن هذا مع إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق هدنة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى. يشاركنا النقاش في حديث الجزائر الليلة بداية الأستاذ أمين بالغمري الكاتب الصحفي. أهلا بكم أستاذ أمين، مرحبا. حياة طيبة لك وللمشاهدين. أهلا. ومعنا من باريس الدكتور خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا بكم. أهلا أهلا، أبقى معنا دكتور خطار أبو دياب. إذن أستاذ أمين بالغمري، نتحدث عن حصيلة تتجاوز 14,000 شهيد، بينهم خمسة وأكثر من 5,000 طفل و 3,000 امرأة، أي مقارب 4,000 امرأة. حصيلة ثقيلة، والاحتلال لا يزال يصر على استهداف المستشفيات والمدارس وحتى المخيمات، انتقل من الشمال إلى الجنوب. ما الذي يعني هذا في هذه المرحلة ونحن في الشهر الثاني من الغدوات؟ وعلى كل يعني نحن نشهد يعني جريمة ضد الإنسانية وتطهيع عرقي غير مسبوق، لأنه بعملية حسابية بسيطة عندما نقسم يعني 15,000 شهيد على 45 يوم، يعني نحن في حوالي 300 يعني شهيد يوميا، وبالتالي اعتقد ان هذا رقم مهول ومهول جدا، يخفي النوايا الخبيثه لهذا الكيان من اجل تصفيه الشعب الفلسطيني باكمله من خلال يعني كل الوسائل المتاحه لهذا الكيان من اجل قتل كل ما هو فلسطيني. وبالتالي اتصور ان الآن من لم يموت بالقنابل وبالقصف يموت بالتجويع، ولاحظنا مؤخرا يعني بسبب قطع الوقود على المستشفيات وتوقف الأجهزة الطبية، كيف أدى ذلك إلى استجهاد المزيد من الضحايا، وأعتقد أن ذلك يدخل في إطار عمليات القتل الجماعي التي يمارس هذا الكيان في ظل انفلات تام من العقوبة، بل للأسف هناك تواطؤ كامل ومخزي لبعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في حماية هذا الكيان تحت مبرر الدفاع الشرعي عن النفس، ولكن أتصور أن هذا الدفاع الذي يزعمون أنه دفاع عن النفس لا يكون على حساب الأطفال. قلت قبل قليل بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا في هذا العدوان الهمجي البربري يعني 5,000 طفل، وبالتالي أعتقد أن ذلك يعني بأن هذا الكيان لا ينتقي ضحاياه، هو يقتل كل ما يدب على الأرض، كل ما هو فلسطيني، وبالتالي أعتقد أن الهدف واضح وواضح جدا، هو تصفية الوجود الفلسطيني من غزة ومن الأراضي الفلسطينية. نعم. طيب أذهب الآن للدكتور خطار أبو دياب من باريس. دكتور خطار، بعد مجزرة مستشفى الشفاء اليوم نلاحظ الحصار المطبق على مستشفى الإندونيسي لتكرير الجريمة مرة أخرى، وهناك حديث عن تجمع للدبابات دبابات الاحتلال على مستشفى آخر، وبالضبط محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. ما الذي يريده من المستشفيات؟ هل يهدف إلى تعطيل كل المستشفيات وإن تبقى مستشفى واحد قادر على العمل بإمكانيات جد ضئيلة؟ أحييكم وأحيي فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يتابعنا. بالطبع المستشفيات مستهدفة، مدارس الأونروا، كل ما يرمز إلى الحياة، وفي نهاية المطاف تزعم الآلة الدعائية الإسرائيلية أن هناك أنفاق ومراكز قيادة وإلى ما هنالك، ورأينا في مجمع الشفاء الطبي أن كل ما روجت له إسرائيل لم تحصل أو لم تبرهن عنه بأي إثباتات. والآن مع مستشفى الأندونيسي، مع مستشفى كمال عدوان، يستمر هذا الضغط
حتى المستشفى المعمداني الذي جرت فيه مذبحة كبيرة يحاصر. وهذا ماذا يعني؟ يعني أنه في شمال غزة الآن على الأقل هناك تحويل لهذه المنطقة إلى عالم لا يصلح للعيش. هناك هدف إذن هو إجبار من تبقى من السكان حتى هناك على الانتقال إلى الجنوب. نعم دكتور. خطة تصفية للقضية الفلسطينية، خطة قتل وخطة تهجير جماعي. نعم، طيب أستاذ أمين عمري، بالحديث عن محاولات تهجير أو إجبار الغازيين على النزوح من الشمال وإلى الجنوب، ثم اليوم هناك حديث عن دفع للغازيين إلى مغادرة الجنوب إلى الحدود، هل نحن أمام خطة ممنهجة للدفع بالقضية الفلسطينية إلى المجهول وبالتالي إفراغ كل القطاع من الفلسطينيين؟ هو الكيان الصهيوني لم يخفي نيته الخبيثة في إفراغ غزة من الفلسطينيين، لأنه أعلنها صراحة بأنه على الفلسطينيين أن ينتقلوا إلى سيناء، ومصر رفضت ذلك. وبالتالي أعتقد أن ما يحصل الآن هو محاولة لاستكمال ما حصل سنة 48، وأعتقد أن حتى القادة الصهاينة يتكلمون على ذلك ويقولون بأننا علينا أن ننهي الوجود الفلسطيني تماما من الأراضي لا. المحتلة. وبالتالي هم يعملون على تهجير الفلسطينيين الموجودين في غزة إلى سيناء والضفة الغربية إلى الأردن، وهذه خطة مفضوحة ومعروفة. وبالتالي أعتقد الآن ما يتم إنجازه الآن من طرف هذا الكيان هو هذه الخطة، وهي تصفية الوجود الفلسطيني من أراضيه. وعلينا أن نعود إلى محطة رئيسية حدثت سنة 48، لأن الخطة المقبلة إذا استمر الكيان ونجح في هذه الخطة سينتقل إلى تصفية من يسمون بعرب 48 أو فلسطينيي الداخل. وبالتالي ما حصل سنة 2018 عندما تم اتخاذ قرار بإنزال اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة أو إلى لهجة، أعتقد أن ذلك الهدف من ورائه هو أن يجعل من الفلسطينيين المتواجدين في الداخل الفلسطيني مجرد لاجئين في أرضهم، عليهم أن يرحلوا إلى مكان آخر. وأعتقد أن الخطوة المقبلة إذا نجح هذا الكيان، وأعتقد أن تشبث الشعب الفلسطيني وصموده في غزة، أعتقد أنه يعني دور مهم وفاعل رئيسي في إفشال هذه الخطة التي يعمل على إنجازها هذا الكيان من خلال تصفية الوجود الفلسطيني من كل أراضيه. وبالتالي ما نشهده اليوم كما سبق وقلت هو استكمال ما حصل سنة 48، والكلام عن نكبة ثانية هو كلام لا. صحيح وصحيح. وبالتالي أتصور أن من سيفشل هذه الخطة الجهنمية هو الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والصامد فيها رغم كل المحاولات الرامية، سياسة الأرض المحروقة، سياسة التهجير لا. الجماعي، سياسة قتل كل ما يمت إلى أو إنهاء كل ما يمت إلى الحياة بصلة في غزة. الهدف من ورائه هو إجبار الفلسطينيين على الرحيل نحو الجنوب، ثم استمرار العمليات العسكرية أو العمليات البرية للجيش الصهيوني من أجل دفع الفلسطينيين إلى بعض رفح ثم إلى سيناء. نعم. طيب ننتقل إلى محور آخر، هناك حديث عن هدنة سيتم الأعلان عنها بعد ساعات، أعلن عن ذلك إسماعيل هنية وقال سنصل إلى اتفاق عن الهدنة، لم يشر إلى أي تفاصيل. ومنذ قليل أعلن نتنياهو وصرح في اجتماع لحكومته قال أنه الاتفاق أو هناك قرار مهم سيتم اتخاذه الليلة، قرار اعتبره هو صعب، وقال أن هناك موافقة ودعم من القيادات الأمنية للقرار بالكامل. والاتفاق كما أشار سيسمح لجيش الاحتلال بالاستعداد لمواصلة القتال، ما الذي يعني هذا التصريح؟ الذي يعنيه هذا التصريح أن هناك رعاية لاتفاق من قبل الولايات المتحدة، دولة قطر كانت فيه الوسيط، وتم من خلال ذلك إذن التفاوض على صفقة أولية لإطلاق سراح المدنيين أو بعض المدنيين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل إطلاق أسرى من الأطفال والنساء
في السجون الإسرائيلية ومقابل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وبنفس الوقت هناك وقف إطلاق نار. لا نعلم إذا كانت المدة 3 أيام أو 5 أيام حتى الآن، لكن في مطلق الأحوال هذا يأمل الجانب الأمريكي أن يشكل بداية من أجل وقف القتال، يسميه وقف مؤثر للقتال، تمهيدا للوصول إلى صفقة تبادل وربما أشمل، والوصول عند ذلك إلى وقف إطلاق النار. حتى اللحظة إسرائيل تراوغ وتحاول أن تأخذ مسألة وجود أسرى منها مسألة مهمة كي تكون ذلك ذريعة للاستمرار بالعملية العسكرية، إلا أن وجود أجانب، وجود أشخاص لهم جنسية مزدوجة، كل هذا يحرج الجانب الإسرائيلي. آلة القتل الإسرائيلية تحاول الاستمرار إذن في عملياتها. هناك تناقضات ضمن المجلس الحرب الإسرائيلي وضمن المؤسسات، لكن في الإجمال هذه الصفقة المحدودة يمكن أن تنفذ. نعم، طيب نبقى دائما مع الصفقة أستاذ أمين بالغمري، هل ترون أن نتنياهو يتحجج ويحاول أن يراوغ في هذه الساعات القليلة التي تم الإعلان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي سيفرج عنه بعد ربما ساعات أو بعد يوم، لأنه قال في ضمن حديثه سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن؟ هو على كل، علينا يعني أن نقرأ يعني قراءة سياسية للمعطيات الميدانية الحاصلة. أعتقد أن الشيء الذي حصل والذي دفع المجرم نتنياهو إلى الدخول في مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية هي المعطيات الميدانية، لأنه كان يعتقد بأنه كان قادرا على حسم المعركة من خلال تدخله العسكري، وبالتالي أعتقد أن هذا التنازل وخضوع قدمه نتنياهو للمقاومة الفلسطينية، لأنه كان يقول لا مفاوضات ولا مع المقاومه الفلسطينيه، يعني صحيح. مواصله الحرب والمعركه على الارض. ولكن اعتقد ان الشيء الذي حصل وهو الى غايه اليوم لم يستطع نتنياهو وجيشه المجرم القضاء على امكانيات المقاومه الفلسطينيه، لانه الى غايه اليوم ما زالت المقاومه الفلسطينيه قادره على يعني ضرب يعني تل ابيب وغيرها بصواريخ المقاومه، وبالتالي اعتقد ما دفع نتنياهو الى الدخول في هذه المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية هو المعطيات الميدانية، لأنه كان يعول فقط على الدبابة والطائرة واللتان فشلتا في حسم المعركة لصالح هذا الكيان، لأنه كان يعتقد أنه سيضغط من خلال استهداف المدنيين على المقاومة من أجل استرجاع الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن ذلك لم يحصل. وبالتالي أعتقد أن الكلام عن مواصلة الحرب أو المعركة البرية كما يسمها نتنياهو أعتقد أنه كلام سابق لأوانه، لأن أعتقد أن الكيان سيضطر إلى المزيد من التنازلات مع المقاومة الفلسطينية. طيب دكتور أبو دياب، دائما مع هذا الطرح ضيفي الأستاذ أمين بالعمري قال أن الاحتلال أجبر على القبول بهذه الصفقة، صفقة تبادل الرهائن، وهذا نتيجة تراجع قدرته على التقدم في غزة والانتصارات التي تحققها المقاومة على أرض الميدان. هل هذا هو فعلا ما أجبره على المضي قدما، دون أن ننسى الانتقادات في داخل المجتمع الصهيوني؟ يعني بالطبع الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، المظاهرات التي تحصل، تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية، كل هذا يلعب دورا. لكن بالفعل الجيش الإسرائيلي كان يفضل أن يقوم هو بعملية من أجل ما يسميه تحرير الرهائن، لكن هناك أمثلة صعبة في الذاكرة الإسرائيلية، مثل عملية ميونخ عند حصول الألعاب الأولمبية وأخذ رهائن من اللاعبين الإسرائيليين، الذين حيث حصل هناك الكثير من القتل، وفي عنتبي أيضا في أوغندا. هناك إذن سوابق لإسرائيل في مسائل عمليات الخطف، وهي تدعي الآن أنها وجدت الكثير من جثث المخطوفين خلال عملياتها في غزة، لكن الأهم نعم أنها الآن تجد نفسها ملزمة، تجد نفسها مجبرة، لأنه بالعمل العسكري من الصعب حل مسألة معقدة من هذا النوع.
نعم. طيب أستاذ أمين بالغمري، في ميزان الربح والخسارة، من فرض شروطه في هذه الصفقة؟ هل هي المقاومة أم الكيان الصهيوني بالنظر إلى المعطيات والعمليات العسكرية على أرض الميدان؟ كما قلت، ومن وجهة نظري وبقراءة سياسية للمعطيات الميدانية، أعتقد أن المقاومة هي التي فرضت الصفقة على 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 الكيان وليس العكس، لأنه بالنظر إلى تصريحات سابقة لنتنياهو، يعني حتى قبل يومين فقط، قال بأنه لا تفاوض واستمرار الحرب والمعركة البرية في غزة، ولكن بين عشية وضحاها تغير الخطاب، لأنه كما قلت كذلك أعتقد أن التصدع الداخلي الذي يعيشه هذا الكيان هو أصبح يشكل ضغطا كبيرا كذلك على نتنياهو وحكومته. الآن أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها يهود باراك الوزير الأول إسرائيل ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي قال بأن الأنفاق التي وجدت تحت مشفى الشفاء في غزة هي أنفاق تم حفرها من طرف المقاولين الإسرائيليين الذين بنوا ذلك المستشفى لأغراض تقنية، وبالتالي أعتقد أن ذلك يزيد من الضغط على كل عمليات التضليل التي يقوم بها أو قامت بها حكومة نتنياهو من أجل تضليل الرأي العام ونسج الأكاذيب حول ما تم إيجاده من أجل تبرير استهداف المستشفيات. وبالتالي أعتقد أن الضغط الدولي المتزايد على 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 نتنياهو وحكومته من طرف المجتمع الدولي، يعني حتى بعض المجتمعات الغربية والحكومات الغربية، يعني أصبحت أو غيرت لهجتها نوعا ما. صحيح ما زالت تتكلم بشكل خافت، ولكن لم تعد يعني تعطي ذلك يعني البطاقة البيضاء لنتنياهو من أجل الاستمرار في جرائمه. وبالتالي أعتقد تزايد عدد المدنيين، المعطيات الميدانية، فشل جيش الاحتلال في القضاء على فعالية المقاومة الفلسطينية، لأنه صحيح ربما تم يعني الإنقاص منها، ولكن أعتقد أن الكيان لم يكن يتصور بأنه خلال 45 يوم من بداية عملياته العسكرية في غزة ما زالت المقاومة قادرة على استهداف آلياته العسكرية في غزة، وما زالت قادرة كذلك على رشق المدن الفلسطينية المحتلة أو الإسرائيلية بالصواريخ. نعم. طيب من أين انتهى دكتور أبو دياب الأستاذ أمين غمري بالحديث عن الدور الأمريكي؟ نتنياهو منذ قليل في ندوته الصحفية قال أنه الصفقة تمت تحت إدارة الأمريكية، هل نفهم هنا من هذا التصريح أن واشنطن هي من ضغطت على الكيان الصهيوني من أجل القبول بشروط الصفقة؟ يعني بالطبع واشنطن هي الشريك في هذا الموضوع وهي الراعي لهذا الموضوع، وفي تصريحاته تكلم نتنياهو أيضا عن أن بايدن حسن الشروط ليطلق المزيد من الأسرى أو الأزيد من الرهائن. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إقناع الرأي العام الإسرائيلي، لأنه ضمن حكومته هناك المتطرف بن كفير وزير الأمن القومي الذي يقول أن هذه الصفقة تمثل خطأ كبيرا مثل الخطأ الذي وقعت فيه إسرائيل عندما أبرمت صفقة الجندي شاليت مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. إذن هناك نوع من إشكالية كبيرة عند الإسرائيليين وتبريرات. برأيي صفقة المدنيين ستتم، العقل الكبرى ستكون في صفقة العسكريين، وهي التي ستتحمل الكثير من المراوحة والمماطلة واللعب على الوقت وعلى الأعصاب. مع كامل الشكر والتقدير لكم، إلى اللقاء. نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية، كنتم معنا من باريس. وأرحب اللحظة بالدكتور حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، يلتحق بنا من شيكاغو. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا بك. أهلا. إذا دكتور، نتحدث عن ساعات أو أيام تفصلنا عن الأعلان عن اتفاق تبادل أو صفقة لتبادل الرهائن والأسرى. الحديث الآن أو ما نفهمه من تصريحات نتنياهو ومن تصريحات إسماعيل هنية أن الصفقة ستكون على
مراحل، وقد يماطل الاحتلال من جديد في إتمام هذه الصفقة لتنفيذ أهدافه أو عملياته العسكرية في القطاع. يعني في حقيقة الأمر هو أنه حتى لو تمت الصفقة، وأغلب الظن أن هناك صفقة تلوح في الأفق ربما غدا أو بعد غد، لكن تبقى الحقيقة الماثلة، وهي أن الهدف الإسرائيلي من وراء هذه الحرب العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني يبقى ماثلا، وهو محاولة إخلاء قطاع غزة على الأقل شمالي قطاع غزة من سكانه، وممارسة عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية لضمان أن يكون شمال قطاع غزة خال من الفلسطينيين، عبر تحويله إلى منطقة غير قابلة للسكن، غير قابلة لحياة البشر فيها. وقد رأينا في الأسابيع الماضية ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، ومنذ أسبوعين تشن إسرائيل الحرب، يعني يمكن تسميتها حرب المستشفيات. هذا لم يحصل أبدا في التاريخ الحديث. أنا لا أتذكر أنني قرأت أو أنني علمت أن هناك أي دولة على الإطلاق في التاريخ المسجل هاجمت وحاصرت وقصفت مستشفيات بأطبائها بطواقمها بمرضاها. هذا هو الهدف الإسرائيلي الأساسي الذي لا يغيب عن بال نتنياهو. الآن بما أن الحكومة الإسرائيلية قبلت بهذه الصفقة، فإنها قبلت بها لاعتبارات ولعوامل عديدة لا تخضع فقط لإرادة هذه الحكومة. الحكومة بالأساس وعبر عملياتها العسكرية فشلت في أن تؤمن إطلاق سراح أو تحرير حتى محتجز أو محتجزة واحدة في أيدي المقاومة، سواء كانت حركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو غيرهم. ولذلك هو مجبر الآن أمام الكثير من الضغوط المحلية في إسرائيل والخارجية أن يرضخ لصفقة تبادل، وهذا يأتي على خلفية ما تقدمه المقاومة على الأرض من صمود أسطوري خرافي، ومن قدرة على إلحاق الأذى، ومن قدرة على مقارعة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. طيب دكتور حسن أيوب، بأنكم تتحدثون عن الانتصارات الميدانية للمقاومة، هل يستطيع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق نصر في غزة وسط ارتفاع عدد قتلى جنوده وتراجع الدبابات في عدد من محاور غزة وشمالها على وقع اشتباكات عنيفة مع كتائب القسام؟ وشاهدنا العديد من الفيديوهات والصور التي تم نشرها منذ ساعات، أين يتبين كيف تحقق المقاومة تقدم ميداني على حساب جيش الاحتلال ودباباته؟ يعني أنا لست خبير عسكري لكي أستطيع أن أحلل مجرى المواجهة المسلحة على الأرض، لكنني أعرف من دراستي لتجارب ثورات الشعوب المختلفة وبالتحديد حروب العصابات أو الغوريلا وورفير التي شنها بنجاح منقطع النظير المقاتلون الفيتناميون في وجه الفرنسيين وفي وجه الأمريكيين بعدها، وحرب العصابات في أمريكا الجنوبية سواء كان في كوبا أو في سواها. ما نعلمه من هذه التجارب بأنه في الحروب غير المتساوية غير المتوازية، وهذه حرب غير متوازية. يعني لا يمكن تصور أن تستطيع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بين مزدوجين أن تلحق هزيمة بالمعنى العسكري أو تقني لكلمة هزيمة، لأنه لا يوجد تناظر أبدا بين القوتين. لكن هذا غياب التناظر هو مصدر قوة المقاومة، أي أن المقاتل الفلسطيني على أرض غزة يقاتل دفاعا عن أرضه وبيته وعائلته، يقاتل دفاعا عن مشروعه الوطني، ولديه معرفة جيدة بتفاصيل الميدان والأرض، ويستطيع أن يحول كل بيت مهدم وكل مدرسة تم قصفها إلى كمين. ولذلك يعني ستكون في مثل هذه المواجهة لدى المقاومة قدرة عالية على إلحاق أذى كبير وخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي. ونحن نعرف جيدا أن الجيش الإسرائيلي تاريخيا لا يحب وغير مصمم، وعقيدته القتالية غير مبنية على المواجهة على حرب الشوارع، على المواجهة وجها لوجه. هذا ليس جزء من استراتيجية القتال الإسرائيلية تاريخيا. لذلك الذين يعرفون بالجيش الإسرائيلي يعني يقولون أنه حتى في عند جنودهم لا يوجد تلك الحراب التي توضع على مقدمة البندقية للالتحام في حرب شوارع، هذا مثلا غير موجود عندهم. لكن المقاتل الفلسطيني بارع في هذا المجال، مقاتلي حرب العصابات مدربون على مثل هذا النوع من القتال. لذلك نعم، المقاومة قادرة حتى الآن أن تقدم دروسا
هائلة تكاد لا تصدق في القدرة على المقارعة في حرب شوارع وحرب عصابات، يعني منظمة بطريقة مذهلة. نعم، ابقى معنا أستاذ ودكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وأنتم أيضا أستاذ أمين بالعمري. نتوقف عند فاصل، وبعده في اليوم 45 المقاومة تقتلص جنود الاحتلال وآلياته في محاور عدة من قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. نتحدث دائما عن الانتصارات التي تحققها المقاومه على الارض في اليوم 45، ايضا عن اتفاق الهدنه المرتقب الاعلان عنه، وايضا مواصله اله القتل الصهيوني لجرائمها في قطاع غزه وحتى في الضفه الغربيه. ارحب اللحظه بالدكتور محمود الهباش، قاضي قضاه فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا. إذن مع استمرار آلة القتل الصهيوني لجرائمها في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية، نحن ندخل في الشهر الثاني، هناك ترقب لهدنة سيتم الأعلان عنها. تابعنا منذ قليل أهم تصريحات وأبرز ما صرح به نتنياهو، ما هي قراءتكم لكل هذه المعطيات في هذه المرحلة من الحرب على غزة؟ أولا يجب أن نصف الأمور كما هي في الواقع، وليس كما يحاول البعض سواء من الفضاء العربي أو الفضاء الدولي تصويرها. ما يجري هو حرب إبادة من طرف واحد ضد الشعب الفلسطيني، حرب تشنها آلة القتل والإرهاب والعدوان الإسرائيلية على شعب أعزل كله من المدنيين، منطقة هي الأكثر كثافة سكانية في العالم. نعم. أنا أتحدث هنا عن قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار العدوان المتواصل على الضفة الغربية وعلى مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. الهدف من كل هذه الحرب العنصرية العدوانية هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني، محاولة اجتثاث الشعب الفلسطيني من وطنه ومن أرضه، تحقيق ما لم تستطع أن تحققه الصهيونية الاستعمارية في عام 48 عندما احتلت فلسطين وأرادت أن تفرغ فلسطين من أهلها. ارتكبت أكثر من 50 مذبحة في ذلك الوقت، ودمرت أكثر من 570 قرية فلسطينية عن بكرة أبيها، ولكنها لم تستطع أن تجتث الوجود الفلسطيني أو تنهي الوجود الفلسطيني في أرض فلسطين. الآن هم يحاولون تحقيق ذلك الهدف الشيطاني، وقد أعلن نتنياهو عشية الحرب العدوانية هذه أن الهدف هو طرد الفلسطينيين، عندما دعا سكان قطاع غزة إلى التوجه جنوبا أو الخروج جنوبا أي باتجاه مصر، وعندما أوعز إلى قطعان المستوطنين وعصابات الإرهاب الاستيطاني بمحاولة دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس أيضا إلى الخروج من فلسطين. هذا هو الواقع. هذه الحرب العدوانية مستمرة لأكثر من شهر ونصف حتى الآن، حصدت أكثر من 14 ألف شهيد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أكثر من 35 ألف مصاب، مئات آلاف بيوت المدمرة. نعم. نحن الآن نريد كأولوية بالنسبة إلينا كفلسطينيين وقف العدوان، هذا هو ما نريده وهذا هو ما نسعى إليه وهذا هو ما تتحرك القيادة الفلسطينية من أجله، وهذا أيضا ما تتحرك المجموعة العربية والإسلامية من أجله.
نعم، لكن نتنياهو يقول أنه بعد إتمام الصفقة سيواصل عمليته العسكرية على القطاع، وهو لم يتوقف ولا يوم منذ شهر ونصف كما قلت، والشهداء يسقطون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. نعم، هذا يؤكد ما قلته آنفا. نعم. أن هذه الحرب العدوانية هدفها ليس كما يقول استعادة الأسرى الإسرائيليين أو القضاء على حماس أو نعم. غير ذلك، كل هذه يجب ألا تخدعنا. الهدف هو الشعب الفلسطيني بأسره، الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب الدول العربية المجاورة، هذا هو الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه نتنياهو وتسعى إليه آلة الحرب الإسرائيلية. بالمناسبة للتذكير، نتنياهو في عام 2019 أي قبل 4 سنوات ونصف بالضبط من اليوم كان قد أعلن، وهذا منشور وموثق، كان قد أعلن بأن الحل هو إعادة احتلال قطاع غزة وأيضا إبقاء قطاع غزة مفصولا عن الضفة الغربية، وهدف ذلك هو عدم قيام دولة فلسطينية، منع قيام دولة فلسطينية، لأن الدولة الفلسطينية لابد أن تكون متصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. هنا عندما نتحدث عن الدولة الفلسطينية نحن لا نتحدث عن الوطن الفلسطيني، الوطن الفلسطيني هو كل الأرض الفلسطينية التاريخية، كل فلسطين التاريخية هذه هي الوطن التاريخي للفلسطينيين. إنما عندما نتحدث عن الدولة بالمفهوم السياسي وفق القانون الدولي المعاصر، نحن نتحدث عن الدولة التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012، وهي دولة فلسطينية في حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نتنياهو حتى هذه الدولة التي لا تغطي أكثر من 22% من الوطن التاريخي للفلسطينيين لا يريد لها أن تقوم، ويريد أن يمنعها بكل الوسائل، حاول أن يمنعها من خلال تكريس الانقسام في بين الضفة وغزة، والآن يحاول أن يمنعها من خلال تدمير الشعب الفلسطيني ودفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة، وأيضا العمل على مرة أخرى على تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. نعم. طيب، هنا أستاذ أمين بالعمري، أهمية وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة كل أهداف الاحتلال من عملياته العسكرية وآلة القتل العمري والعمدي أقول وجرائم الحرب التي تم تسجيلها منذ اليوم الأول من العدوان. هو وحدة الصف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هي الوصفة الوحيدة التي يمكنها أن تحقق أمال الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة والمعترف بها على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. الآن أعتقد أن ما يقوم به نتنياهو حسب ما جاء في كلام ضيفك هو صحيح، هو محاولة إفشال قيام هذه الدولة بكل الوسائل المتاحة، وأعتقد أن صفقة القرن والاعتراف ب او نقل السفاره الفلسطينيه الى القدس هي كانت توطئه لما يحصل اليوم من خلال تصفيه الوجود الفلسطيني والقضاء على كل امال اقامه هذه الدوله الفلسطينيه. الان اعتقد ربما اننا نعيش اليوم المفعول العكسي او النتائج العكسيه التي كان نتنياهو يحلم بها، وهي ان حظوظ قيام هذه الدوله اصبحت أكثر وضوحا اليوم بعد ربما تصاعد الأصوات بضرورة قيام هذه الدولة كحل وحيد وكوصفة وحيدة من أجل إحلال السلام في فلسطين وفي الشرق الأوسط. وأعتقد أن حتى بعض الدول الغربية التي كانت مترددة أو يعني تحاول أن تكون في المنطقة الرمادية اليوم أصبحت تتكلم بصوت مرتفع أكثر وتقول بأنه آن الأوان لإقامة الدولة الفلسطينية، والآن ربما نحن فيما يسمى برب ضارة نافعة. صحيح أن هذا الكيان يعني قتل وقتل الكثير من الفلسطينيين والأطفال وشرد، ولكن أعتقد أن هذه كانت بمثابة الساعقة الكهربائية التي أعادت الروح إلى القضية الفلسطينية مجددا، وأصبح صوتها مسموع في كل دول العالم. وأعتقد أن ربما بعض الدول الإسلامية والدول الغربية وبعض الدول العربية كذلك أصبحت اليوم
أكثر إيمانا بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أو حل الدولتين، وتصور أن هذا الحل ربما الذي سوف تنتجه هذه المجزرة وهذه الإبادة الجماعية، وأعتقد أن هذا سوف يسقط كل أمال هذا المجرم نتنياهو في الماء. نعم. طيب دكتور حسن أيوب، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قالت اليوم الثلاثاء إنها رصدت تغيرا في الرأي العام الغربي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. أين تتواجدون حيال القضية الفلسطينية بعد اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي؟ وتقول الصحيفة أنه قبل السابع أكتوبر كان هناك اتجاه ملحوظ في الولايات المتحدة يحمل تداعيات سياسية كبيرة، ويتمثل الأمر في أن الديمقراطيين بدأوا بالتوجه نحو التعاطف مع الفلسطينيين. كيف تلمسون هذا وأنتم متواجدون في شيكاغو؟ لكن أولا دعيني يعني أعلق قليلا على موضوع حل الدولتين أو الدولة الفلسطينية. لا، أنا أعتقد أنه لم يعد في ظل الظروف الراهنة من الملائم أبدا الحديث في أي سيناريوهات سياسية أو أي تصورات لما يمكن أن يحدث بعد هذه المواجهة. مرد ذلك أولا أن مسألة الدولتين لطالما كانت يعني خديعة كبرى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية عبر 30 عاما من المفاوضات، هذا لم يتحقق ولم يكن مطروح بشكل جدي أو مضغوط على إسرائيل بشكل جوهري لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من سواها لكي يكون هناك يعني تطبيق لما يعرف باسم حل الدولتين. لم يجرؤ أي رئيس أمريكي أبدا على تحدي اللوب الصهيوني والحكومات الإسرائيلية لكي يتبنى هذا الحل كتسوية سياسية ويذهب بها بعيدا، هذا رأيناه عند كل الرؤساء. وما دمنا نتحدث عن أمريكا أعود لسؤالك. قبل السابع من أكتوبر هناك على مدار العشر سنوات الماضية تحول ملموس في كل استطلاعات الرأي التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشير إلى أن نسبة التعاطف مع الفلسطينيين في أوساط الأمريكيين عموما وبالتحديد في أوساط مؤيدي الحزب الديمقراطي وبالتحديد من الشباب والملونين تصل إلى ما يقارب 63%، 60 إلى 63%. وهذا تغير يعني ليس تغير لحظي، هذا تغير ترتب على قدرة الفلسطينيين وقدرة المنظمات المساندة للفلسطينيين وحركات المقاطعة مثل حركة BDS أن تصبح جزءا من الخطاب العام، أن تصبح جزءا من الجدل العام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي وسائل الإعلام وبالتحديد في الجامعات والمعاهد والمراكز الأكاديمية والبحثية. تراجعت هذه النسبة في الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى، وذلك له تفسيره بأن الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام السائد، وسائل الإعلام التي تسمى الكوربوريت يعني شركات الإعلام فوكس نيوز CNN كلها تبنت الأكاذيب الإسرائيلية حول قطع رؤوس الأطفال والاغتصاب وكل القصص اللي تراجع هذا الرقم اللي من بداية الستينات مئوية تراجع حوالي 10 نقاط ضد الفلسطينيين وزاد تقريبا نسبة 10 نقاط في الرأي العام المساند لإسرائيل. لكن في الأسبوع في الثلاثة أسابيع الأخيرة ما أن بدأت تتكشف حجم الأكاذيب التي مورست على الرأي العام وبدأت الصور من قطاع غزة تغزو وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الرقمي، هذه النسبة قفزت، نسبة التأييد وبالذات في أوساط الجمهوريين والديمقراطيين والشباب قفزت إلى أكثر من 70% وفي بعض استطلاعات الرأي ربما 90%. مسألة أخرى ملفتة للنظر هنا هو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة الأمريكية إذا تابعنا وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام تيك توك وغيرها كان هناك عدد من الإدخالات، عدد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيد لإسرائيل أو يعيد نشر إعلانات مؤيدة لإسرائيل حوالي 7.6 بليون مقابله 110 بليون لصالح الفلسطينيين. هذا رقم مذهل، هذا رقم استثنائي، نحن لا نتحدث عن مجرد تغيير في الرأي العام مرتبط
بالفظائع والجرائم التي ترتكب في قطاع غزة هو تغيير له عمقه في المجتمع الأمريكي لأنه يمتد على مدار السنوات الماضية. نعم دكتور حسن أيوب، سنعود لهذا العمق وكيف سيتمثل وكيف سيسهم في نصرة القضية الفلسطينية. سؤال أخير لي دكتور محمود هباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين. إذا نتحدث اليوم وكما تفيد العديد من التقارير الغربية والدولية أن الاحتلال في وضع حرج جدا، وأن ما حصل قد يسقط أيضا وباعتراف من هم في داخل الكيان سيسقط بحكومة نتنياهو. ما هو تصوركم دكتور للمرحلة القادمة أو ما هو السيناريو الذي سيطرح؟ مرة أخرى أعود وأؤكد وأكرر أن هناك أولوية آنية تتمثل في بذل كل جهد مستطاع من أجل حقن الدم الفلسطيني. مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية والسياسية أيضا تقضي علينا أن نركز كل جهودنا في هذا الاتجاه، لكن في نفس الوقت علينا أن نراقب كل ما يدور حولنا، أن نستفيد منه، أن نحاول توظيف كل ما يمكننا من أدوات التأثير لصالح قضيتنا ولصالح روايتنا. وأنا أتفق مع ضيفك الأخ حسن أيوب لأن هناك تحول كبير في الرأي العام العالمي، أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. في الأيام الأولى للعدوان كان معظم الرأي العام لصالح الرواية الإسرائيلية الكاذبة والاختلاقات والتزييف الإسرائيلي، لكن مع تكشف الحقائق ومع النشاط الدبلوماسي والسياسي الذي قامت به فلسطين بكل مؤسساتها الرسمية والشعبية، والذي قامت به المجموعة العربية والإعلام العربي والإعلام العالمي، بدأت الأمور تتكشف وبدأنا نشهد تحولا لافتا في الرأي العام وحتى تحولا في مواقف صناع القرار. يعني بعض الزعماء الأوروبيين لم يكونوا يطيقون في بداية العدوان أن نتحدث معهم حول وقف إطلاق النار، كانوا يقولون لا مجال للحديث في وقف إطلاق النار الآن. الآن جميعهم باستثناء الإدارة الأمريكية وإسرائيل وبعض من يدور في فلك الإدارة الأمريكية، الجميع كل العالم يطالب بوقف العدوان وقف إطلاق النار، وأصبح أكثر تفهما واقتناعا بالرواية الفلسطينية وبالحقيقة الفلسطينية. هذا يفرض علينا أن نواصل العمل، أن نكثف الجهد وأن نستفيد من كل ما يتوفر لدينا من إمكانات، وكل الجاليات العربية والإسلامية وبالذات الفلسطينية في العالم أن تلتف حول رواية واحدة وأن ننحي جانبا. وأنا أتفق فيما يتعلق بالوحدة الوطنية الفلسطينية كصمام أمان لنجاح مشروعنا الوطني، أن نلتف جميعا حول رواية واحدة وحول موقف واحد اسمه فلسطين، بعيدا عن خلافاتنا الأيديولوجية، بعيدا عن خلافاتنا السياسية، بعيدا عن اجتهاداتنا، بعيدا عن تبايناتنا الكثيرة والمتكاثرة، أن نلتف جميعا وأن ننحي كل ما يبعدنا وما يفرقنا جانبا على الأقل في هذه المرحلة حتى نتفرغ جميعا ونركز كل جهدنا في بث روايتنا وفي إيصال صوتنا الحقيقي للعالم من أجل التأثير على صناع القرار في العالم. نعم شكرا جزيلا لكم الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، كنتم معنا من رام الله. شكرا جزيلا. إذن أستاذ أمين بالعمري، نتحدث عن توظيف لأدوات التأثير وهو ما جعل كفة ربما كفة الإعلام يدور من جديد نحو القضية الفلسطينية بعدما تبنى رواية الكيان الصهيوني في المرحلة الأولى. أتحدث عن الأعلام الغربي، بدأنا نلمس فعلا نتائجه على أرض الواقع. هو أعتقد أن الدعاية الإعلامية الصهيونية ضربت في مقتل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال بأنه أو تحدث عن حادثة قطع رؤوس أطفال إلى غير ذلك، ثم استدرك الأمر وقال بأنني لم أشاهد بأم عيني ولكن سمعت
من رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي حدثني عن ذلك، وقام البيت الأبيض بتكذيب هذه الرواية. وبالتالي أعتقد أن البداية كانت من هذه النقطة تحديدا، حيث ضربت مصداقية وسائل الإعلام الغربية في مقتل بعد هذه الحادثة. ثم تلاحقت الأمور بعد ذلك ومهزلة مستشفى الشفاء. المهزلة أعتقد أنها كانت في آخر المطاف. في البداية كانت ب يعني رواية الكاذبة والمفبركة للأطفال الذين قطعت رؤوسهم. الآن أتصور أن الإعلام الغربي بشكل عام ومن يتتبع الآن وخاصة ما يسمى بالمينستريم أو يعني المجمعات الإعلامية الكبرى يشاهد بأن هناك تغيير ولو طفيف في التعاطي مع ما يحصل في غزة. الجميع كان يحاول التغطية على الجرائم الإسرائيلية. الآن أعتقد أن هناك انتقادات واضحة خاصة في وسائل الإعلام الكبرى والعريقة حول عمليات التضليل الواسعة التي تقوم بها الآلة الإعلامية الصهيونية. يعني لا ننسى بأن ما رصدته الخارجية الإسرائيلية من أموال من أجل يعني نشر دعايتها في العالم هي 4.6 مليون دولار قدمتها لمختلف وسائل الإعلام ك يعني إعلانات من أجل تمرير رواية الكاذبة والمضللة لإسرائيل. ولكن أعتقد أن كل ذلك لم يجدي نفعا بعد ما تم نقله من صور تدمي القلب والتي أثرت على المجتمعات الغربية في الكثير من الدول. والآن أعتقد أن ما يحصل الآن من مضايقات لكل من يحاول أن ينتقد ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة، مثل ما يحصل مثلا ما يحصل مع إيلون ماسك يعني رئيس منصة إكس. ما حصل له أنه لمجرد أنه شارك يعني منشور لأحد يعني الذين نشروا على مستخدميه، يعني تم اتهامه بالمعاداة السامية وإلى غير ذلك من الروايات. وبالتالي أعتقد أن هناك استفاقة في المجتمعات الغربية وخاصة لدى النخب بأن هذا الكيان أصبح يعني يضطهد ويقمع كل من يحاول أن ينتقده. وبالتالي أعتقد أن المظاهرات التي شهدتها العديد من العواصم الغربية تؤكد بأن الرواية الصهيونية فشلت في تضليل الرأي العام الدولي والعالمي. عندما نشاهد يعني مئات الآلاف الذين خرجوا في لندن، في العاصمة لندن، في العاصمة باريس، في كثير من العواصم الأوروبية، في أمريكا اللاتينية، في الكثير من الدول، أعتقد أن ذلك يؤكد بأن الرواية الصهيونية فشلت في أداء مهمتها. وأعتقد أن صدى ذلك وصل حتى إلى الدول يعني الإفريقية، يعني بعد يعني النجاح الكبير الذي حققه الكيان الصهيوني في اختراق الكثير من الدول الإفريقية، أصبح هناك يعني رد فعل والعودة للكثير من الدول الإفريقية إلى ما قبل 1993. يعني اليوم عندما تشاد تطرد يعني المكلف بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في نجامينا، أعتقد أن هذا مؤشر على أن الرواية الإسرائيلية الصهيونية فشلت في عملياتها التضليلية الكبرى التي لم يسبق لها مثيل. طيب أعود من جديد لدكتور حسن أيوب. منذ قليل قلتم أنه هذا التحول له انعكاسات في الغمق، ما هي انعكاسات ذلك؟ يعني أنتم أشقاءنا في الجزائر الحبيب، يعني أكثر من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. فالثورة الجزائرية التي خلصت الجزائريين والجزائر من الاستعمار الفرنسي لم تكن تستطيع أن تحقق هذا الإنجاز لولا أنه كان هناك في مختلف العواصم الأوروبية وحول العالم وفي إفريقيا وفي العالم العربي حملات مساندة هائلة ساندت الجزائريين في معركتهم لتحرر من الاستعمار الفرنسي. هذه حقيقة. كذلك جنوب إفريقيا، لولا حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل العنصري في بريتوريا في حينه في سنوات السبعينات والثمانينات، لم يكن لثورة السود في جنوب إفريقيا أن تتخلص من نظام الفصل العنصري. هذا أيضا انطبق على حالة إيرلندا الشمالية عندما توصلوا إلى اتفاق يخلصهم من هيمنة وسيطرة اليونيونست الاتحاديون الموالين لبريطانيا كمشروع استعماري. لذلك المسألة هنا تكمن في مراكمة إنجازات على مستوى الرأي العام، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في عواصم أخرى. هذه العواصم لنتذكر جيدا هي عواصم الاستعمار الكلاسيكي،
هي العواصم التي أتت أصلا بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني إلى فلسطين. هؤلاء هم الذين يتحملون بالأصل بالمعنى التاريخي هذه المسؤولية، والأسوأ من ذلك هم أنهم اليوم الذين يتحملون مسؤولية ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحكم ليس فقط صمتهم، يعني يا حبذا لو كان صمت، يعني إنما كان هناك تشجيع وكان هناك عمليات تبييض وإعطاء ضوء أخضر ومشاركة فيما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهم شركاء، الإدارة الأمريكية شريك بالكامل، وقد رفعت قضية في ولاية كاليفورنيا ضد جو بايدن شخصيا ووزير دفاعه ووزير خارجيته بتهمة عدم منع إبادة جماعية والمشاركة شكراً. في إبادة جماعية، وهناك الآن قضايا سترفع. هذا سيكون له تأثير عميق على المدى المتوسط والبعيد على موازين القوى بين الفلسطينيين وبين الصهيونية ودولة إسرائيل. شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، كنت معنا من شيكاغو. وأشكر أيضا الأستاذ أمين بالغمري الكاتب الصحفي، شكرا على الحضور معنا ومشاركتنا النقاش. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا الغدد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير، بأمان الله.